ضربت عاصفة محملة بالرمال والأتربة القاهرة ومناطق مختلفة في مصر الأربعاء، وأثرت في حركة الطيران وتسببت في إغلاق الموانئ في البحرين الأحمر والمتوسط. وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن العاصفة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية في أرض المطار لأدنى معدلاتها، وهو ما أدى إلى تحويل رحلات وتأخر وصول أخرى.